مشاهدينا الكرام، اهلا بحضرتكم ولقاء جديد ومصر في اسبوع. من خلال برنامجنا نستعرض اهم الاحداث على الساحه المصريه خلال هذا الاسبوع، ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمه مصر في الجمعيه العامه للامم المتحده، كما القى كلمه المجموعه العربيه عن ظاهره تغير المناخ. وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده بنيويورك، عقد الرئيس السيسي سلسله من اللقاءات. من المتوقع ان تشهد العلاقات المصريه الامريكيه في الفترة المقبلة طفرة ونقلة نوعية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك ولقاءاته الموسعة مع مختلف القادة والمسؤولين ورجال السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى أن كلمة الرئيس في الأمم المتحدة أظهرت وبشكل كامل مجمل المواقف والسياسة المصرية، وأن العالم بات يدرك تماما حقيقة ما جرى ويجري في مصر في أعقاب 30 من يونيو عام 2013. نتابع. في كلمته أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لشعب مصر الذي صنع التاريخ مرتين بثورتي 25 من يناير و30 من يونيو، مؤكدا أن الشعب المصري بات الآن المصدر الوحيد لسياسات مصر الداخلية والخارجية. الرئيس السيسي أكد أيضا أن مصر بدأت في تنفيذ برنامج شامل وطموح لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن قناة السويس هي هدية الشعب المصري للعالم بأسره. كما دعا الرئيس السيسي جميع دول العالم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل لتحقيق التنمية وبناء المستقبل، ليس في مصر فحسب بل والمنطقة بأكملها. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر عانت من الإرهاب منذ عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق لتجفيف منابع الإرهاب. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة، اعتمادا على العنف المسلح والإرهاب كسبيل لتحقيق أغراضها. وفي مشهد احتفالي مبهر احتشد آلاف المصريين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل ساعات من إلقائه كلمته، ورفع المحتشدون شعارات مؤيدة لثورتي 25 من يناير و30 من يونيو وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسي. في كلمة المجموعة العربية التي ألقاها السيسي عن ظاهرة تغير المناخ والتهديد الذي يواجه العالم بسبب هذه الظاهرة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي دول العالم بالالتزام بمسؤولياتها والتحول إلى أنماط جديدة للتنمية تشمل أنماط استهلاك رشيدة ونظم إنتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع آثارها السلبية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، حيث بحث عددا من الموضوعات المدرجة على قمة المناخ واجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. على جانب آخر، أجرى الرئيس السيسي سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث التقى مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هي، حيث تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية. التقى الرئيس السيسي مع رئيسة جمهورية تشيلي سباستيان بينيرا، حيث بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحث مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية. كذلك بحث الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية بلغاريا روزين بالفنفليك القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أيضا مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس القضايا الإقليمية والدولية. هذا وقد أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، تناولت التطورات الراهنة في العراق وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وجهود محاربة الإرهاب الذي يهدد سلامة العراق. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح،
حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا وليبيا والعراق وسبل محاربة الإرهاب. الرئيس السيسي التقى أيضا بنيويورك رئيس جنوب السودان سالفا كير، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان وسبل تحقيق الاستقرار في جنوب السودان. كما التقى سيادته مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي. تناول اللقاء العديد من القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويسعدنا مشاهدينا أن يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ أسامة حربي. سلامة حربي، عفوا أستاذ سلامة حربي، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حنان، وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بك. يعني في البداية، يعني هو الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية. الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحقيقة كانت كلمة محط أنظار مش مصر بس، كانت محط أنظار العالم كلها. بدأها بأن هو حيا الناس، الشعب المصري، واختمها بأنه هو حي مصر كلها. إيه أبرز الملامح أو تعليق حضرتك على هذا اللقاء في هذه الزيارة المهمة؟ دعيني أقول لحضرتك أستاذ حنان والسادة المشاهدين أن لم يحظى رئيس مصري بهذه الحفاوة والترحيب منذ نشأة الأمم المتحدة منذ 70 عاما. فالرئيس عبد الفتاح السيسي يعني لاقى يعني ترحيب حتى من الرئيس الامريكي خلال لقائه معاه. وابرز ما لفت نظري في تصريحات الرئيس السيسي ان هو كان سابق يعني بيستشرف افاق المستقبل، وسابق في تفكيره دول العالم عندما دعا الى عضويه مصر خلال العامي 2016 و2017، انه اعلن ترشح مصر عن لاحد المقعدين الخاصين بالقارة الإفريقية. فأعلن مبكرا، فواضح أن في فريق عمل يعني محترف بيعد للقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أمريكا. ودي خطوة استباقية، إعلان ترشح مصر. وكمان لم يكتفي بأنه سيعلن ترشح مصر لعضوية لأحد المقعدين غير الدائمين بمجلس الأمن عن القارة الإفريقية خلال عامي، المقعد ده بيتغير كل عامين خلال عامي 2016 و2017 القادمين، ولكن أيضا تحدث عن إصلاح الأمم المتحدة وطالب بإعطاء حق الفيتو لعدد أكبر من الدول، ما يبقاش قاصر على 5 دول فقط، اعطاء حق الفيتو حتى لا يعني زي ما بيحدث ان امريكا بتستخدم حق الفيتو في اي قرار تتخذ الامم المتحده ضد اسرائيل وغيرها. وحضرتك طبعا هو القى يعني اجماع، يعني ده كان بالاهميه بمكان ان مصر تظهر انها ليست فقط دوله يعني تعيش كما هم مشت لسنوات طويله في الظل في شانها الداخلي، ولكن انها ايضا لها دور ولها مطالبات ولها رؤيه في الشان العالمي والامم المتحده بصفتها طبعا انها بتجمع كل العالم وتمثله. ايضا في نقاط توقفت عندها، وهي انه مصر اهدت العالم قناه السويس، تكلم عن المؤسسات، تكلم عن الاصلاح الاقتصادي، تكلم عن مصر بشكل تعريف جيد لمصر في هذا المحفل الدولي. نعم، كل قادة الفكر وكل زعماء العالم كانوا بيتطلعوا لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لماذا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ لماذا؟ لأنهم ينظرون إليه بأنه غير خريطة الشرق الأوسط. ده رقم واحد. رقم اتنين، مين الرئيس ده اللي الشعب استجاب لدعوته في أسهم قناة السويس ولم 64 مليار جنيه خلال 8 ايام، وكان ممكن يوصلهم لو تم اضافه اسبوع اخر الى اكثر من 100 مليار جنيه. مين الرئيس ده؟ مين الرئيس اللي استطاع انه يحافظ يعني قاده الفكر بيل كلينتون، هنري كيسنجر، مادلين اولبرايت، الرئيس جنوب افريقيا زوما، كل قاده وديفيد كاميرون وغيره، كل قادة العالم كانوا بيتطلعوا للرئيس السيسي لأنه عايزين يشوفوا الإنسان ده اللي استطاع أنه يحافظ على مصر ضد قوى الإرهاب والظلام. وبعد أن تغيرت الخريطة في المنطقة،
العالم دلوقتي شاف ان موقف مصر بعد 30 يونيو صح بنسبه 100%. لماذا؟ لما يشهده الان الدول المجاوره، ليبيا موقف مصر والعراق صح لكنه لا يخدم مصالح معينه، يعني وسوريا. هو مصر موقف مصر صح بالتاكيد طبعا لا جدال في ذلك، ولكن لا يخدم المصالح بدليل انه يعني تكشفت اوراق عديده فان ما يحدث في ليبيا وفي سوريا وما كان مستهدف ان يحدث في مصر فهو لمصلحه قوى عظمى في المنطقه لخدمه مشروع الشرق الاوسط الكبير. دعني اتوقف عند برضو نقطه ثانيه وهو لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس باراك اوباما، وانه كان في يعني تركيز على نقاط متعدده، ركز على مصر بعد 30 يونيو، ركز على ان مصر ملتزمه بمكافحه الارهاب، ركز على ان مصر دوله مؤسسات، وان هذا اللقاء جاء بناء على طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما. يمكن ده بيدينا مؤشر في تحول في العلاقات ام انه بيدينا مؤشر باقرار الامر الواقع ان مصر عادت لدورها؟ دعيني اقول لحضرتك استاذ حنان ولكل الساده المشاهدين ان امريكا مش زي يعني الرئيس الامريكي باراك اوباما مش زي رجب طيب اردوغان، لا العلاقات الامريكيه مع كل دول العالم مبنيه على المصالح الامريكيه متبادلة. المصالح الامريكيه، السياسه الامريكيه بتتغير طبقا لمصلحه امريكا، وامريكا شايفه في الوقت ده ان الحصان الرابح انها لازم تراهن على مصر للقضاء على قوى الارهاب في المنطقه وخاصه داعش. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي محددا عندما قال إن القوات أو الجيش المصري سيحمي المصريين، سيحمي الجبهة الداخلية ولن يحارب كبديل أو بالنيابة عن دول أخرى، وإن العلاقات المصرية الأمريكية قائمة دائما على المصالح، كل دولة بتشوف مصالحها فين. ده يعني في إشارة لرفض مصر في الدخول في التحالف ضد الإرهاب؟ نعم، هي إشارة إن مصر لن تحارب الإرهاب خارج حدودها ولن تسمح، احنا ملتزمين بحدودنا بحدود، ولن تسمح بأي قوة أخرى سواء كانت دولية أو غير دولية اللي هي تكافح الإرهاب داخل مصر. مصر مش هتخرج تكافح خارج حدودها ولن تسمح بأي قوة سواء كانت دولية أو إقليمية اللي هي تحارب الإرهاب بداخلها. والحمد لله رب العالمين، حتى شفت حضرتك لما الرئيس السيسي قال أيام المعزول مرسي كانت سيناء هتتحول الى طورة بورة كما يحكى في افغانستان، وحروب وقتل وحروب باسم الدين. وكان محدد الرئيس السيسي عندما قال ان لو وجه كلامه لقادة اوروبا ان كل الدواعش او داعش اللي موجوده في سوريا وموجوده في العراق عددهم بتراوح ما بين 60 و 70 الف، ولو كان فيه مليون داعشي كانوا هياخدوا اوروبا. كان كلامه واضح ومحدد. يعني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، زي ما حضرتك قلت أن مصر تعهدت بده، لكن كان دي من النقاط المهمة اللي ركز عليها في لقائه مع الرئيس باراك أوباما، وأيضا ركز أيضا على أن مصر دولة مؤسسات وأن مصر دخلت شكل تاني من أشكال التنمية. إيه دلالة دوت؟ مصر دولة مؤسسات بمعنى أن احنا أعلننا خارطة الطريق، تم فيه حدوث ان احنا يعني تم عمل دستور يليق بثورتي 25 يناير و30 يونيو، تم اجراء انتخابات رئاسيه فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتساح، يمكن خد اضعاف الاصوات اللي حصل عليها في الانتخابات السابقه اللي خدها شفيق وخدها مرسي، حصل على اضعاف ما حصل عليه المرشحين في الانتخابات الرئاسيه السابقه، ونحن الان بصدد اجراء الانتخابات الرئاسيه. يبقى خارطه الطريق دستور برلمانية، انتخابات رئاسيه، انتخابات برلمانيه، والاهم من ده بقى اللي احنا نطبق زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه امام الجمعيه العامه للامم المتحده، اللي احنا نبني دوله سياده القانون ودوله المواطنة والفصل بين السلطات، والفصل بين السلطات. ايه اللي هيبني دولة المواطنة؟ ان يبقى فيه مؤسسات دولة، فيه برلمان، فيه رئيس حكومة، فيه حكومة موجودة، فيها رئيس جمهورية، فيه برلمان قوي يستطيع انه حتى يحاسب رئيس الجمهورية، يحاسب الحكومة، يضع سياسات. عايزين نواب في مجلس الشعب، نواب يكونوا مثقفين، يحط دستور، يناقش قانون، مش نائب خدمي. وانا بدعو كل المواطنين بالمناسبه دي ان يختاروا صح، يختاروا نواب لم يتاجروا
في أراضي أملاك الدولة، لم يتاجروا بقوت الشعب. النواب يكون لهم مشهود لهم بالكفاءة والشفافية والنزاهة. والدليل إن مصر دولة مؤسسات، ما يحدث الآن من تنمية، يعني خلال الميت يوم الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مشروع قناة السويس، استصلاح 4000 فدان، إقامة 3 ملايين، أعلن عن إقامة 6 ملايين وحدة سكنية خلال جدول زمني. هيتم تفعيل الطاقة الشمسية تفعيل الطاقة الشمسية، وبدأت في أسوان، وبدأت بشكل تجريبي في محطة في إحدى المحطات في في مبنى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الشيخ زايد في 6 أكتوبر. والإعلان عن استعملت في الزراعة كمان، يعني طبعا امبارح كان في خبر عن استعملها في الزراعة لأنها للميه، عشان الميه للزراعه. ما حضرتك يا استاذه حدين، انا عشان احدث تنميه، سواء استصلاح اراضي، اقامه وحدات سكنيه جديده، اقامه مصانع، ما انا محتاج طاقه. احنا دلوقتي بنواجه ازمه طاقه، في 200 او في 2000 ميجا وات نقص في الطاقه. لا، احنا عايزين ننتج 3 أضعاف مصر من الطاقه. وطبعا طبعا المشروع الضبعه هيشتغل، المحطة اللي بتتم بالطاقة الشمسية في أسوان الجديدة وغيرها من المحطات. لازم ننشئ محطات بطاقة الرياح بالشمس، نقيم محطات زي محطة شمال الجيزة اللي مقامة في منشاة القناطر في قرية أبو غالب. المحطات الجديدة دي كلها هتؤدي إلى ضخ آلاف الميجا وات للشبكة الموحدة، استصلاح أراضي جديدة، تشغيل ماكينات، إقامة مصانع جديدة، استصلاح أراضي، وهكذا. يمكن أستاذ سلامة في نقطة مهمة جدا، وهو أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أنه يكون الانتخابات البرلمانية في موعدها، وهو الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق، وبكده يعني تكون خريطة الطريق إن شاء الله اكتملت. ورفض أي نوع من أنواع التأجيل بحجة أنه اللي جاهز دلوقتي لدخول البرلمان الإخوان المسلمين، وطبعا من يعني كانوا في البرلمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. ده تحدي بالظبط، ده تحدي، ده التحدي، يعني تحدي علينا أننا نواجهه في مصر، أننا لغاية دلوقتي هل نحن نملك من الآلية، أو هل من المطلوب أن احنا نوجد آلية أننا مش هنقول للشعب المصري لا والله أنت حلو أنت جميل أنت واعي أنت مش هتنتخب الناس دي؟ هل من المفروض أن يكون هناك آلية معانا ده؟ هل يكون تنظيمات الأحزاب، الشباب، جهات محترمة وموثوقة تقوم بحشد لذلك؟ أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خريطة الطريق في المستقبل، وطبعا احنا ملتزمين كمصريين بتنفيذ خريطة الطريق حتى يشهد العالم أجمع أننا نسير وفقا لخطى ثابتة نحو تدعيم الديمقراطية وبناء مصر الحديثة. أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة، فالرئيس السيسي حذر، قال في أحد لقاءاته في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لك لو الإخوان جم حتى في مجلس الشعب القادم في البرلمان القادم الشعب هيسقطهم مرة أخرى. حتى لكن انا بدعو بقى ندخل في نفس الدايلة، هنخش في لا بقى، بس ده مش هيحدث ولن يحصلوا ابدا على اغلبيه في البرلمان القادم. لماذا؟ لان الشعب المصري دلوقتي احنا بنراهن على وعي الشعب المصري. اما بالنسبه يا استاذه حنان للاحزاب، فالاحزاب السياسيه هي احزاب ورقيه، لا يوجد في مصر حزب سياسي قوي، هي مجرد احزاب كرتونيه اعلاميه. حركه زي حركه تمرد اسقطت بالظبط، يعني في عندنا وكل الأحزاب بدائل، وكل بدائل الأحزاب ما علينا من الأحزاب، وكل الأحزاب السياسية مشيت ورا حركة التمرد عشان حضرتك تبقى عارف. هي أحزاب كرتونية إعلامية بتعتمد على إحداها قنوات فضائية، بتعتمد على صحف، لكن لها وجود في أرض الواقع بشكل مكثف مفيش. فأنا بدعو على الشباب أن يتحرك، وعلى الشباب وعلى الأحزاب أيضا وعلى كل الأحزاب السياسية أن تدخل في تحالف وطني من أجل مصلحة مصر. مش الأحزاب يتخانقوا مين اللي هياخد مقعد ومين اللي هياخد 10 مقاعد، وكل واحد يقول لي ده أنا عندي المرشح بتاعي في الدائرة الفلانية هو الأقوى، ونقعد نتخانق أكيد على عدد المقاعد. لا، إحنا دلوقتي مصر في خطر، لكن برضو فعلا مصر يا أستاذة حنان مصر يمكن أعتبرها دعوة من برنامجنا بأن كل الشباب الواعي أنه هو يتحرك وما يقعدش سلبي، وأنه يحاول أنه هو يوعي حتى كل واحد اللي حواليه
غير طبعا التكتلات اللي هي زي حركه التمرد وغيرها. الحقيقه وقتنا خلاص. بشكر الكاتب الصحفي سلام حربي نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، شكرا جزيلا شكراً ليك. شكرا لك صحنان، وشكرا لكل الساده المشاهدين. شكرا لكم مشاهدينا. الاسبوع المقبل ان شاء الله مصر في الاسبوع. الى اللقاء.